جنيه في التحكيم الدولي وفرعه في القاهرة لا شك أنه يهدف إلى نشر ثقافة الوعي وعي التحكيم الدولي. ومجتمعاتنا العربية بشكل عام تحتاج لمثل نشر هذه الثقافة، وأعتقد أن المركز من خلال الدورات التدريبية التي يقوم بجهود يعني مشكور عليها، المركز يقوم بجهود طيبة لنشر مثل هذه الثقافة في ليس في مصر فقط وإنما في كل الدول العربية. حضرتك شايف الوقت اللي احنا فيه دلوقتي بالنسبة للظروف اللي بتعدي على الدول العربية ما بين مصر وليبيا وسوريا، ايه المجتمع العربي ايه اللي ممكن ياخده عشان خاطر يسانده ضد الحاجات اللي جايلنا من الغرب، الاعتداءات اللي جايلنا على الغرب والاختراقات اللي جايلنا من دول كبرى زي امريكا وزي دول الاتحاد الاوروبي؟ هو علينا الاهتمام بانفسنا اولا، يعني هذا اشوف بانه قضية مهمة، واهتمام ببلداننا ومحاولة إصلاح ما يكون يعني غير طيب فيها. واليوم العالم أصبح قرية. حضرتك طبعا وزير سياسي وبتكلم لا يعني بدون عن السياسة، فبكلم حضرتك يعني مواطن من شعب عربي، ايه اللي احنا مفتقدينه واللي احنا المفروض نرجع بيه تاني كأمة واحدة ما يتفرقناش؟ يعني دلوقتي في ناس كتير بتتكلم على دولة زي قطر ان هي دولة معادية مثلا لبعض الأنظمة العربية. هو نحن في النهاية كعرب يعني لا شك انه مهما حصل من وجهات نظر او خلافات في وجهات النظر، الا انه العرب بشكل عام يعني يهم يعني الجميع، يعني يهموا اللحمة العربية ويهموا يعني استقرار الأوضاع في المنطقة بشكل عام. فأعتقد أنه من المهم أن تقوم الدول العربية بشكل عام بتطوير أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي لا أرى أنه يعني الأمور إلى هذه المرحلة من الأمور طيبة يعني بإذن الله، ولا أعتقد أنه الأمور يعني مثل ما وصفتها. يعني حضرتك شايف أن احنا في الطريق إلى الأفضل ولا حضرتك شايف بإذن الله الوضع السياسي في المنطقة بإذن الله والوضع السياسي راح يتحسن للأفضل، لا أعتقد أنه الأمور سترجع للخلف. القضايا دائما بتاخد أوقات طويلة جدا وبتاخد وقت وجهد من المتقاضين. التحكيم الحقيقة من الأمور اللي بتنجز بسرعة وبتخلي كل واحد ياخد حقه بصورة سريعة، وبالتالي أنا الحقيقة يعني موضوع التحكيم موضوع أنا شخصيا متحمس ليه، وبأتمنى أن احنا نلجأ إليه في معظم أمورنا لأنه بيخفف عن القضاء من ناحية، ومن ناحية تانية بيخلي كل صاحب حق بياخد حقه بصورة سريعة. المهم في هذا الأمر أن ودوت يعني يمكن احنا كمجتمع مصري لأن التحكيم كان جديد علينا في أمور أحيانا كثيرة، يمكن ما كناش بنراعي الاشتراطات بتاعة التحكيم اللي موجودة في العقود بصورة تحمي الجانب المصري خاصة في المشروعات الكبرى والمشروعات الدولية، واللي قد تكون تسببت في بعض الغرامات على الحكومة المصرية أو على الشركات والمؤسسات المصرية في ذلك الوقت. فأنا الحقيقة بدعو وبتمنى أن احنا نكون حريصين جدا وإحنا بنلجأ إلى التحكيم وخاصة التحكيم الدولي، نكون حريصين ونكون قادرين على وضع الاشتراطات والمشارطة التحكيمية اللي تخلينا قادرين على الحصول على حقوقنا بصورة صحيحة. ولكن أفندم التحكيم الدولي في بعض الأوقات يعني في بعض الناس حتى اللي هم خريجين كلية حقوق ما بيدرسوش مادة التحكيم الدولي غير مثلا نقول في مدى يعني في سنة أو في سنتين على الأقل. تمام. فإيه اللي احنا نقدر نعمله
يعني دلوقتي في مثلا مركز زي جنيف، في مراكز تانية كتير. هو مطلوب الحقيقة طبعا ان هذه المراكز الجديدة والزبطة تظهر. ما بص انا يعني في الكليات الجامعية ما تقدرش تغطي كل امور بالعمق الكافي. وبالتالي لو انت هتتخصص كمحكم دولي زي ما تكون بتتخصص كطبيب، انت في كلية الطب بتتخرج طبيب عام، لكن تخصص طبيب اطفال فانت بتخش تاخد دبلوم وماجستير في طب الاطفال وبالتالي بتبقى طبيب اطفال جيد. نفس الكلام، انت اتخرجت محامي ولديك خبرة قانونية كويسة فانت تقدر تبقى محكم دولي عن طريق انك انت بقى تدرس وتاخد دورات تدريبية وتاخد دراسات عليا في هذا المجال، فتستطيع انك انت تمارس بصورة جيدة. معالي المستشار، بنحب نقول انا مش مستشار، انا معالي الدكتور، انا دكتور مهندس. حضرتك بس حاجه، نخرج بره موضوع التحكيم الدولي كحاله عامه بتحصل للطلاب في الجامعات، مساله التظاهر، مساله الاعتداءات على الدكاتره، حضرتك شايف ايه المطلوب ان هو يتنفذ لكي نتلافى كل اللي بيحصل؟ صعب طبعا ان انا اقول ايه اللي هو المطلوب ان هو يتنفذ، انما انت طبعا في موقف داخل الدوله كلنا عارفين اللي بيحصل في الدوله كلها، والتظاهرات ليست في الجامعات فقط ولكنها في تظاهرات كثيره في اماكن اخرى كثيره. الجامعات زي ما بقول، انا بدعو الحقيقه ان الجامعات زي ما كنت بقول دايما انها مكان لبناء الشخصيه وبناء كوادر للمجتمع تخرج تخدم هذا المجتمع. ليس هناك ما يمنع ان يكون هناك بجانب الاكاديمي والتعليمي ان تكون هناك جوانب اخرى رياضيه واجتماعيه وثقافيه ومن بينها الثقافه السياسيه. ليس المطلوب ان نمارس السياسه ولكن داخل الجامعه، انا ممكن امارس السياسه في الاحزاب، امارس السياسه في اي مكان اخر، انما ليس هناك ما يمنع ان تكون هناك ثقافه سياسيه داخل الجامعه. وبالتالي انا بدعو ابناء الطلبه من مختلف التوجهات وكذلك أعضاء التدريس وكذلك العاملين في الجامعة ان هم يركزوا على هذا الجزء اللي انا بعتبر ان هو ده مستقبل مصر، كون يبقى عندي تعليم جيد، كون يبقى عندي بناء جيد للشخصية المصرية، هو دوت اللي هيقود مصر ان شاء الله الى المستقبل اللي احنا نفسنا فيه.